الشعبيه، افلام العيد، الافلام الشعبيه التي تؤثر سلبيا على ثقافه المجتمع. عايزين نعرف منك رايك ايه في رايي في هذه الافلام. انها قد اكون مختلف معها لكنها مهمه، وهي نوعيه موجوده في كل العالم من قريب ومن بعيد، موجودة في أمريكا وموجودة في الهند وموجودة هنا، لكن العيب عندنا احنا ان احنا ما عملناش النوعيات الأخرى. لكن هي طبعا إذا كانت لوحدها هيبقى تأثيرها سلبي وسيء، لكن أتمنى ان احنا نقدر نعمل أفلام أخرى. يعني شايف ان مفيش رقابه على الافلام في الالفاظ البنزينيه؟ لا 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 لا، مفيش. بص يعني عايز اقول لك على حاجه ستكتشف اذا دخلت الافلام، ان ما هو موجود في مقدمات الافلام في التلفزيون مش موجود في الفيلم نفسه، وده عشان كده بنطالب بان الاعلانات اللي في التلفزيون تدخل في اطار الرقابه كمان، لازم تتفرج عليها. طيب يعني حضرتك ما شاركتش في افلام في العيد؟ لا انا ما شاركتش في السينما بقالي شويه، احنا بنشارك تلفزيون وربنا سهل نقدر نرجع للسينما وبسرعه عشان العربيه تبدا الشارع. انا لا 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 برشحه ولا ما برشحوش، خلاص. انا شايف ان فريق السيسي هو صمام امان لهذا البلد، وإذا كان هيبقى هو الرئيس وهو صمام الأمان الاثنين ما ينفعش. أنا أتمنى أن يظل في مكانه، لأنه في الآخر لو بقى رئيس جمهورية هيقعد 8 سنين ويمشي، ولو فضل وزير دفاع ممكن يقعد وزير دفاع أطول فترة ممكنة ويظل بالنسبة لنا صمام أمان. أما إذا بقى رئيس جمهورية فأنا طبعا إذا رشح نفسه أنا أدي له صوتي، لكن أتمنى أن ده ما يحصلش.